زيارتنا هذا اليوم هي من ضمن الزيارات الدورية التي نقوم بها في كل فترة لإطلاع على أعمال الوزارة في كل المحافظات. هذا اليوم لها خصوصية أيضا لزيارة موقع سدة الهندية القديمة التي نجحت الوزارة حقيقة، ويعتبر إنجاز إلى وزارة الموارد المائية وإنجاز يحسب إلى الحكومة العراقية أنه تمكننا خلال عمر هذه الحكومة من إدراج سدة الهندية القديمة على لائحة التراث العالمي للري، وكذلك نواعير هيت في محافظة الأنبار. هذه رسالة إلى الجميع أن العراق هو أساس الحضارة، العراق هو أساس نظم الري، العراق هو مهد لكل هذه المشاريع ولكل هذه الحضارات. احتفائنا هذا اليوم واحتفائنا بإدراج هذه السدة على لائحة التراث رسالة إلى كل العالم أن العراق هو أساس المشاريع الروائية. هذا المشروع تم تنفيذه قبل أن تنفذ أي مشاريع في دول المنطقة، فبالتأكيد هذه السدة لها خصوصية، نعمل على تأهيلها. ستكون هناك احتفالية لهذه المناسبة إن شاء الله يحضرها سيد رئيس الوزراء ويحضرها. سوينا دعوة إلى كل خبراء العالم لزيارة هذا المكان التاريخي. السدة الهندية تمثل تاريخ عريق وتاريخ حضاري للعراق، علينا أن نهتم به. العراق بدأ يعود إلى المجتمع الدولي من كل الجوانب حقيقة، سياسيا اقتصاديا تلاحظون، وأيضا فنيا من ناحية المشاريع. اهتمام الوزارة، الوزارة نظمت العام الماضي مؤتمر بغداد الأول للمياه، هو مؤتمر دولي وهذا أول مؤتمر يحصل في تاريخ العراق حقيقة، وأيضا نعمل على تنظيم المؤتمر الثاني لإدخال كل العالم وجلب عودة العراق إلى المحافل الدولية والمحافل العالمية.